والله يعني استمعنا انصدمنا يعني الصراحة بها، يعني الموصل بحاجة يعني خاصة القديمة الأنقاض نحن يشيلوها ينطوها للصلاح الدين يعني، يعني احنا ليش الموصل بس الحاجة لها يعني، يعني يقولون زي يحكي يطلعون يحكون زي يقولون الميزانية ما تكفي، لكن الميزانية ما تكفي يقومون ينطون يعني يكرمون من خير المحافظة مالتنا، المحافظة بأمس الحاجة وخاصة القديمة شوارعها بيوتها تعويضات للناس، يعني هذا ما عمل يعني هذا، يعني من استمعنا صدمنا نحن الصراحة، يعني شنو ما تكفي ما تكفي الميزانية وما تكفي الميزانية ويريدون بعد ميزانية، لكن حق المواصل هو شكل يعني حق الشهداء حق حق الناس اللي بيوت المهدمة الناس العاطلة هون بالقديمة الناس الدولة على شغل إيجارات ما عندها تدفع، أما كان ما يوزعون مساعدات للناس يشيلون يكرموها لا من كيس المحافظة مال الموصل يعني، يعني هذا ما عمل الصراحة يعني حيل حيل انصدمنا وتفاجأنا نحن، يعني ما أحد جاء مع احتراماتي للسامعين والطيبين، ما حد جاء استلم الموصل وغاد خيره والله. نطالب بإعادة الأموال إلى محافظة نينوى لدعم المنطقة القديمة بالذات وإعمار المنطقة القديمة، يعني المنطقة القديمة يراد لها مليارات، ما مليار بس يراد لها مليارات، المنطقة القديمة حيل تعبانة. 20 مليار باقوها والعالم عاد قد بالشارع، واي المكان ما انباقت 20 مليار كانت المدينة القديمة رجعت بنوها وعدلوها ومستشفياتها يعني واليد العاملة العاطلة عن العمل كان شغلوها بال 20 مليار، يعني بالحق مثل دول الخارج كان رواتب يخصصون للمواطنين ما يدوس على المواطن، هو المواطن تعبان هلكان مين شغلت المولدات مين شغلات يعني تراكمت على المواطن، سوء شغل ماكو الدولار جاء، يعني المواطن ايش يصير ايش يصبح المواطن يقدي بالشارع القدع، هاي تصورون وين الخرابة قدامنا، هاي لا حول ولا قوة، يعني القديمة ولا الموصل كلها ما يريدون تتعمر. والله نحن نتجزم من صلاح الدين، يعني نحن منطقتنا منكوبة، يعني دع قال المنظر هذا، يعني هو هذا منظر دع قال الجامع، ايش قصة المتروك؟ ما حد جام ولا حد طخو. يعني جامع كثيرة، بيوت كثيرة. زين؟ يعني اكو ناس كثير ما اقدر على بيوتهم، غير بيوتهم كلها يعني مهدمة. غير تحتاج الفلوس حتى تعمر بيوت هذه. يعني يوم المحتاج يا زاد، نحن صلاح الدين، صلاح الدين ايش بي حتى تحتاج صلاح الدين؟ ما عنده حصة؟ هالشم ما عندهم، كله عندهم حصة. اكو محافظ ما عنده حصة، كله عنده حصص. وايش تقول على العمل هذا؟ والله العمل ما زين. هذا العمل ما زين، نحن نحتاج يزيد من اي محافظ محتاجين نحن. ايش نطلب انت؟ والله نطلب من المحافظ الاموال يودعها غير المحافظ يرجع لنا اياها. نحن اولى من غيرنا. وين الناس البطاله الناس العطاله لا شغل ولا عمل والغلا هذا واصع الدولار السوق كله انهلك هلك السوق.